اعتقد يقدم مباراة جيدة جدا، جيدة جدا كحكم شاب. هذه كرة ملعوبة، يونغ سولي، الله الله الله، نعم نعم نعم، يونغ سولي اللاعب الذي خدمهم كثيرا في دوري أبطال آسيا وكان يقودهم كثيرا في دوري أبطال آسيا، هو الحل الأكيد، هو الاختيار الناجح. يونغ سولي جاء في المكان الصحيح ويسجل الهدف الثالث، ثلاث أهداف مقابل هدفين. يونغ سولي الفريق الذي لا يملك مهاجمين لا بأس أن يسجل له المدافعين، يونغ سولي جاء ليسجل الآن الهدف الثالث في صالح السد. السد هذه المرة تقدم ليس بعده تعادل، هذه المرة تقدم ليس بعده تعادل، وإن جاء التعادل سيكون هذا شيء من الجنون، شيء لا يصدق، شيء لا يطاق، لكن أقول أنه هذه المرة تقدم ليس بعده تعادل يا سد، لأنه لم يعد هناك الكثير من الوقت، فالمباراة أوشكت على نهايتها. هنا يهنئون بعضهم، هنا يقولون أنه الانتصار أصبح أكيد.